بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. شاكرين الآب الذي نقلنا إلى ملكوت ابن محبته، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشاً أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة الجزء 39. امرأة وعرش موضوع في السماء. اتكلمنا في الأجزاء اللي فاتت عن جوج وماجوج ملك روسيا، والتنين وضد المسيح، وعن النبي الكذاب وامرأة متسربلة بالشمس، والنهاردة عن هذه المرأة وعرش موضوع في السماء. في سفر الرؤيا في امرأتين، المرأة المتسربلة بالشمس عروس المسيح، والأخرى بابل الزانية عروس الشيطان. عروس المسيح على رأسها إكليل من 12 كوكبا. في آخر الأيام هي الكنيسة بالذات في أورشليم، يعني الأمة اليهودية المسيحية الشاهدة للمسيح. كنيسة العهد القديم مؤسسة على 12 سبت، وهم نجوم الآباء الأولين الغاليين على قلب ربنا، تاج الأمة اليهودية. وكنيسة العهد الجديد اللي متأسسة على 12 تلميذ وكلاهما جسد واحد، تمثله هذه المرأة المتسربلة بالشمس، شمس البر المسيح، منورة وسط الظلام ومستنيرة بمسحة إلهنا العظيم. هي جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس. هي جميلة كالقمر، والقمر بيعكس نور الشمس. في سفر الرؤيا القمر تحت أقدامها، شايلها الأمل أن تنتصر بالمسيح على أي موت، وسيحيا الشعب بعد الموت حتى وإن كانت عظام يابسة. وهي كمان مرفوعة بشهدائها، ويضيء القمر وسط الظلام ويعكس ضوء الشمس البر المسيح إلهنا. كنيسة العهد الجديد هي امتداد لكنيسة العهد القديم، هما جسد واحد بلا انفصال. المدخل لهذا الجسد هو رقم 12، 3 × 4. هما المسيحيين من 4 جهات العالم المؤمنين بإله مثلث الأقانيم، وبينشروا نورها في كل العالم بإيمانهم وقدستهم. هم قديسي وشهداء الكنيسة، سواء من العهد الجديد أو العهد القديم. هذه المرأة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. هي ولدت ابنها البكر يسوع المسيح، وما زالت متوجعة لولادة أبنائها لآخر الزمان. بالألم والتعب والمر سيخلص الشعوب، وللأسف ما فيش حل تاني في هذه الشعوب. التنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. التنين الأحمر الناري وقف قدام المرأة عشان يبتلع ابنها. في اليوناني واقف ومستمر في الوقوف، يعني في مضارع مستمر ومتحمس بكل قوته ضد الكنيسة والمؤمنين لآخر زمن. ولدت ابنا ذكر عتيد أن يرى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، يعني رمز العدل والقوة والاقتدار، ويسحق الشيطان ومن يتبعه من كل قوة الشر بعصا من حديد. واختطف ولدها إلى الله، إشارة لصعود المسيح بالجسد للسماء ليرفع كل البشرية الساقطة للأعالي فيه. وكلمة اختطف ليعود بنا للإصحاح الرابع، باب مفتوح في السماء، وصعود القديس يوحنا العرش موضوع في السماء اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. والمرأة هربت إلى البرية، حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوم. هم البقية الطاقية اللي هيهربوا للبتراء في جنوب غرب الأردن والبرية سيناء. ولما رأى التنين إنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي ولدت الإبن الذكر، يعني التنين طرد المرأة بعنف فهربت للبرية. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية، إلى موضعها حيث تعال زمانا
وزمانين ونص زمان من وجه الحية. النسر العظيم هو الله اللي حمل شعبه من مصر للبرية سيناء في القديم، وشفناها في سفر الخروج 19، وهكذا وحتى لآخر الأيام يحملهم ربنا بالطريقة اللي بيشوفها في خروجهم التاني من البرية للبرية من وجه الحية، وبسبب مطاردتها ليهم لأنها مش سايباهم في حالهم، وربنا هيعولهم 3 سنين ونص، هو النص التاني من الدقة العظيمة. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. الخارج دايما من فم الحية دايما أقوى الكذب، نار وكبريت، 3 ضفادع زي في سفر الرؤيا 16، أي 3 أرواح بأقوالهم وأفكارهم النجسة هيجمعوا الجيوش لحرب هرمجدون. ولاحظ كل ما يلقيه إبليس كنهر، يعني شبه نهر مش نهر، ممكن تكون تعليم زائفة يخدع بيها الأبرياء أو لذات وشرور هذا العالم، أو حروب مدمرة، أو كوارث طبيعية بيثيرها إبليس، أو تعاليم الهرطقة والفلسفات المخادعة، وهذه تبدو كنهر وقاتلة، أو فعلا تكون فيضانات من المية لتحملها وتعومها على المية ليعيق هروبها للبرية. لكن المرأة لها جناحي النسر العظيم، يعني تحيا في السمائيات والروحيات حتى في وسط الضيقة، وتهلل لله وتحتقر التنين وكله طرقه. شايفين الجمال؟ المرأة هي الكنيسة. فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فعلا ممكن للأرض تفتح فيها وتبتلع المياه زي ما ابتلعت قورح وداسان في سفر العدد إصحاح 16، وزي البحر اللي ابتلع فرعون وجنوده في الخروج الأول للشعب من مصر مع موسى النبي وقت عبور البحر الأحمر، وزي ما سمعنا في تسبيحة موسى في سفر الخروج 15، تمد يمينك فتبتلعهم الأرض. يا رب أمين في كل زمن وزمان، تبتلع الأشرار. غضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باك قينس لها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. التنين بيغضب مننا لما بنحفظ وصايا الله، ولكن بحفظنا وصايا الله نثبت في المسيح، ولما يثير التنين حربا علينا يغلبوا المسيح اللي احنا ثابتين فيه وجواه. وكمان إبليس هيفشل في حربه مع هذه المرأة، فهيحارب نسلها، وهم هنا الأمة اليهودية المسيحية والبقية المختارة أمام الله، وهيحارب حتى الأفراد واحد واحد، لكنهم لم يتنازلوا عن الله للآخر، والله لن يتنازل عنهم برضو للآخر. وكل الشعب اللي هيكون في ضيقة في كل مكان، الله هيعرف ازاي يحميهم ويحافظ عليهم، كل الشعب المسيحي. الحقيقة في سؤال اتبعت لي كتير، هو ضد المسيح اتولد او موجود حاليا في العالم؟ السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد. السرائر للرب إلهنا، في أسرار ربنا ما بيحبش يعلن عنها. السرائر دي زي الأزمنة والأوقات اللي هي مش من حقنا إن احنا نعرفها، لكن اللي احنا مش من حقنا نعرفها لأنها جعلها الآب في سلطان. دي حاجة ما فيش داعي إن احنا ندور فيها ونبحث عنها، ربنا هيعلن لنا كل حاجة في الوقت المناسب. المعلنات كل حاجة ربنا عايزنا نعرفها وبيعلنها لينا في الكتاب المقدس من وصايا وشرائع ونبوات، زي مثلا كل المعلنات اللي في الكتاب المقدس. مثلا سؤال، ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر في متى 24؟ سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، ونشكر ربنا نحرم نسمع. انظروا ولا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. كلام واضح، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، وكلنا شايفين حاليا مبتدأ الأوجاع. ربنا يرحمنا ويعين الكل.
أمال إيه حكاية الرؤى اللي أنا بشوفها؟ كان جواي أسئلة لربنا فبيرد عليا ببساطة، ويمكن تكون مفيدة لبعض الناس، فحب أشارككم بيها. وكمان ربنا عارف مدى محبتنا للكنيسة وللناس وللخدمة، وقلبنا اللي بيتوجع عليهم، والشعور بالمسؤولية تجاه العالم اللي بعيد عن ربنا. فربنا من فضله ونعمته علينا بيطمننا ويعرفنا إن النهاردة أرحم من آخر الأيام اللي جاية، فنشكره على اللي احنا فيه. كمان ربنا بيشرح لينا بطريقة بسيطة ممكن أفهمها. ربنا بيكلم المزارع بلغة الزراعة مثلا، وبما إني أم وزوجة فبيكلمني بالحضانة والملجأ والأطفال، وده ممكن يكون مفيد لأمهات كتيرة، ولكن لكل زمن زمانه. أكيد ربنا ليه سببه لاستعمال ضعفي وجهلي، وبيعلمني ويفهمني معاكم. المهم أنا كل ثقة في ربنا وبطوعه حتى لو مش فاهمة، لأنه هو الله، هو الله وبس. ربنا بيأكد علينا وعايزنا نعيش منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم، ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة، ومقدسين ليه أنفسنا. طب ليه؟ لأنه قدوس، وللشركة معاه لازم القداسة، وقداسته تستلزم قداسة شعبه وتنقيتهم، ولأن القداسة هي المناخ الطبيعي لأولاد ربنا المسيحيين. ربنا راجع لتطهير وتنقية الأرض، وبيعطي الأشرار فرصة أخيرة للرجوع ليه. هو حاسس بينا جدا، وبيأكد على وعوده أنه معانا لآخر الدهور، وهو مصدر الحماية والراحة والبركة والسعادة والسلام الوحيد، وما فيش مصدر تاني. دورنا نراقب الأحداث، ننتظر الرب، ونبقى فاهمين ونجري نبلغ الآخرين للاستعداد. أغلب الحاجات اللي أنا بنزلها أنا ما كنتش بفكر فيها، وبالذات أجزاء آخر الأيام، لكن لما ربنا بيشاور برؤية بسيطة على حاجة معينة بدور في الكتاب المقدس ونزل الجزء الخاص بيها. وأنا بعترف أني مقصرة جدا مع ربنا ومعاكم في حاجات كتير بشوفها، ومش بجري أوصلها ليكم بسرعة. ربنا يسامحني ويسامحوني أنتم كمان، بس حاليا اللي بشوفه كله صعب جدا. فهنشوف النهاردة العرش لأنه جميل، وبحس أني باخد نفس جميل ورائع من العرش، وبعدين نرجع نكمل آخر الأحداث الصعبة. لكن نشكر ربنا أنه بيعرفنا علشان نستعد وما نتخضش مرة واحدة، وكلنا عارفين أننا في حضنه، وفي حضنه بنلاقي الأمان والسلام، وهو وحده القادر على كل شيء، وليه السيادة والرئاسة والسلطان. كنيسة ربنا مش كنيسة ضعيفة هربانة، لأ، دي قوية لا عيب فيها ولا غضن، بتكون دايما في مكان معد ليها واقفة فيه، وبتتعامل مع العالم من هذا المكان بقوة وصلابة إيمانها. كنيستنا متواضعة لكن قوية بمسيحها، في ضيق لكن متهللة بإلهها، في البرية لكن مليانة محبة ووداعة، صبرة فرحانة. كنيستنا محتملة مكتملة، كنيستنا أمينة مرتفعة عابرة الجبال، متخطية الآثام والآلام، كنيسة مستقيمة منورة الدنيا كلها، عايشة في سلام وسط صراعات وحروب الشعوب، كنيسة مجيدة، عروس المسيح، مستنيرة سماوية، روحية غالبة ومنتصرة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. الكنيسة هي أنتم شعب المسيح وجماعة المؤمنين النهاردة وإلى آخر الدهور. هذه هي المرأة المتسربلة بشمس البر المسيح ومتغطية بدم السمين، طائرة كالسحاب في السماء ولها أجنحة النسر،
هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة بجيش كجيش بألوية. بينا على العرش؟ طيب هو ليه إحنا هنقف عند العرش النهاردة؟ في العرش السيادة والرئاسة والسلطان الإلهي والقوة والقدرة على التنفيذ. من العرش تخرج الأوامر الإلهية يحملها الملائكة للأرض، من العرش تخرج التشفعات لينا، في العرش تفتح الختوم، ومن العرش تخرج الملائكة. الله هو ضابط الكون وضابط الكل، إله نظام نظم كل شيء خلقه. الطبيعة تسير في نظام عجيب لا يختل لحظة ولا طرفة عين. الشمس والقمر والكواكب كلها حتى الأرض تسير في نظام دقيق جدا. ولما خلق الطيور وأسماك البحر ربنا وكل الحيوانات التي تدب على وجه الأرض، وخلق الكون كله بجمال ودقة ونظام معجزي عجيب، إحنا واثقين في كده. لكن إبليس حقود، ما يعرفش الجمال ولا النظام، عايز يحطم صنيعة الله، ما يعرفش غير الفوضى والتشويش، ما يعرفش غير التحطيم والانقسام والخصام بكل أسف. لكن ربنا خلق الإنسان وأجهزته الطبيعية مرتبطة ببعضها البعض وتعمل في نظام وترتيب لا مثيل له، وخلق للإنسان جسد ونفس وروح. ونفسي أقول لك ما أعظمك وما أروعك يا الله في خليقتك. حتى القوات السمائية تسير وفق هذا النظام من غير خلل ولا انحراف، خلقها ربنا في نظام وترتيب لكي ينظم بها الكون كله. المسيح ملك، وهو قال مملكتي ليست من هذا العالم، مملكته سماوية مليانة بالملائكة والقديسين. للملائكة أجسام روحية لطيفة غير منظورة، بتختلف عن الأجساد البشرية الكثيفة الأرضية، وبيتحركوا أسرع من البرق لتنفيذ أوامر الله. هو صانع ملائكة رياحا وخدام لهيب نار، المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. هم إلوف إلوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه. طعامات الملائكة بيتقسموا لثلاث طعامات، يعني ثلاث مجموعات. الأولى السارفيم والكاروبيم والعروش أو الكراسي. السارفيم قريبين جدا من العرش، وهم أرواح نارية ملتهبة بالمحبة الإلهية وما سقطش منهم أي حد. الكاروبيم وهم الشاروبيم الممتلئون أعينا، الممتلئون معرفة وحكمة وجمال. العروش والكراسي هم ملكة العزة الإلهية بمنزلة منابر وكراسي مجيدة زي الأربعة والعشرين قصيصا حول العرش. الطقم الثانية القوات والسلاطين والسيادات. القوات هم الذين وهبهم الله قوة عظيمة لفعل العجائب وبيمثلوا العدل الإلهي. السلاطين هم الأرواح اللي بيضبطوا سلطان الشياطين وجهنم، وهم أقامهم الله على الأرض لحفظ نظام العالم، وقد سموا سلاطين عشان يظهروا سلطان الله تعالى وقدرته كضابط الكل. السيادات هم الذين لهم سلطان على البشر وعلى الملائكة اللي أقل منهم كمالا. الطقم الثالثة هي الرئاسات ورؤساء الملائكة والملائكة. الرئاسات هم الملائكة اللي ليهم سلطان خاص على ممالك العالم لحفظها. رؤساء الملائكة احنا كلنا عارفينهم، السبع رؤساء الملائكة ميخائيل جبريل رافائيل، والملائكة هم اللي تبع رؤساء الملائكة كلهم. على الأرض ربنا ليه كيان سماوي بيمثله، هي الكنيسة. هذا الكيان السماوي هو الكنيسة الممثل في امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، مبنية على أساس الرسل للأنبياء، ويسوع المسيح هو حجر الزاوية، وكل يوم بتولد أبناء للمسيح في المعمودية. بينا على عرش موضوع في السماء وسفر الرؤيا 4 بعد ما خلصنا سفر الرؤيا 12. قال يوحنا الرائي في سفر الرؤيا: بعد هذا نظرته وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته قبوق يتكلم معي قائلا. اصعد إلى هنا
فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش الموضوع في السماء، وعلى العرش جالس. جالس يعني ثابت ومستقر من أجل قدرته وحكمته وسلطانه وعدله، هو الله. كان جالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. اليشب الأبيض الشفاف تعبير عن بساطة الله ونقائه وجلاله وسموه وطبيعة جوهره. العقيق الأحمر زي النار يرمز لعدل الله وقضائه. الزمرد الأخضر هو يشير إلى الله الحي والمحيي، مصدر كل حياة ونمو. اليشب والعقيق والقوس تشير إلى بهاء مجد الله. الزمرد الأخضر اتكلمنا عنه في الجزء 33، وهفكركم بحاجة بسيطة منه ونكمل. حجر الزبرجد يعني اختلاط لونين الأصفر والأخضر، الأصفر النور والأخضر الحياة. وصلابة الحجر يعني القوة والثبات والأمانة في الكلمة والمكتوب والإعلانات. يعني ربنا بيدي نفوس المؤمنين قوة وصلابة لمواجهة إبليس والظروف والانتصار عليهم بالكلمة والمكتوب والإعلانات، بقوة وصلابة الروح القدس المفرح المحيي. وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. هم 24 شيخ من اليونانية قسيسا، هم كنيسة السماء الروحية اللي بتمثل العهد الجديد والعهد القديم بكامله. والأربعة وعشرين شيخ بيمثل الكهنوت كامل النضوج والتمييز كامل الإدراك والمعرفة المتشفع، وبينقل صلوات المؤمنين لربنا. وما يلبسونه من ثياب بيض يمثل نقاء بهاء مجدهم برهم وقداستهم. هم المفديين جالسين مستقرين ثابتين، وعلى رؤوسهم أكاليل لهم مجد وكرامة. هم الكنيسة الروحية حول العرش، الله في وسطها فلا تتزعزع. هم اللي بيصلوا بيتشفعوا بيرفعوا الصلوات عن الكنيسة اللي على الأرض، اللي هي المرأة الملتحفة بشمس البر من أول العصور لحد آخر العصور. من العرش يخرج بروق ورعود وأصوات. الأصوات بتعبر عن حديث الله وإرادته المعلنة. البروق تمثل مواعيد ووعود الله اللطيفة البراقة الصادقة المطمئنة السخية الواسعة الأبدية. لكن الرعود هي تحذيراته المسموعة والمرهوبة والمرهبة العادلة. أمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هم 7 أرواح الله، إشارة للروح القدس المنير. وأمام العرش 7 مصابيح، وما ننساش قلناهم: روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الله، روح الحق المعزي. إظهارات الروح القدس للبشرية. قدام العرش بحر الزجاج شبه البلور، يرمز للمعمودية في نقائها وطهارتها التي لن يعاين أحد الله ما لم يعبر بيها. وإن القلوب اللي هتدخل أمام العرش لازم تكون مليانة بالنقاء والصفاء والشفافية، وتستقبل إنارة معرفة مجد الله. في وسط العرش وحوالين العرش 4 حيوانات مملوءة عيون من قدام ومن وراء. وقلنا إن العيون دليل على الاستنارة بالمعرفة الداخلية القوية الحكيمة، ويسجدون أمام الله بخشوع ومخافة. في الجزء 33 اتكلمنا عن الـ4 كائنات الغير متجسدين، في 4 تحت العرش وفي 4 في العرش، وعرفنا الفرق بينهم. أسماء الكائنات اللي في العرش قلنا أسماءهم: جوال، أرفيال، أدوجيال، دوتيال، يعني الله حافظ الكل، نور الكل، معين ومعطي الكل، وراحم الكل. وبيعلنوا عن قدرة الله في عمله في الكون ومع الإنسان. وهتلاحظوا التداخل العجيب بينهم، مثلا من مراحم الله علينا بيحفظنا ويساعدنا وينور قلوبنا وعقولنا وحياتنا. وهم كمان بيمثلوا الحالة الروحية اللي بيوصل بيها الإنسان لما يوصل للعرش. المسيح نفسه قال: من يغلب يجلس معي في عرشي. فدول الحالة الروحية للإنسان برضو في العرش. طبعا دي من نعمة ربنا علينا كلنا. الحيوان الأول شبه أسد، بينوب عن الحيوانات المفترسة.
يشير إلى القدرة الإلهية، ده من ناحية الله، جراءة المسيح في إعلان الحق الإبن، مرقس الرسول ومعنى اسمه مطرق، ومن ناحية الحالة الروحية بتاعتنا يحافظ وضابط الكل القدير وبدراع القدرة الإلهية، تعالى بالتنقية والتطهير لقلبي، غير وشكل فيا، علمني بجراءة أعلن حقك، قربني ليك أكتر ولحبك. الحيوان التاني شبه عجل، بينوب عن الحيوانات المستأنسة، يشير للرحمة والعدل الإلهي، ومن ناحية المسيح إلى كهنوت المسيح المتمم على الصليب، ومن ناحية التلاميذ يشير إلى لوقا البشير اللي معنى اسمه حامل النور، لأنه نور الكل. من الناحية الروحية، اسمح بمرحمك الإلهية أقدم نفسي ذبيحة ترضيك، أحمل نورك للبشرية، نرفع اسمك ونعليك، نور قلبي بمعرفتك الإلهية، تفرح بيا وأفرح بيك. أما الحيوان الثالث له وجه زي وجه إنسان، بينوب عن البشر، يشير إلى جود الله وعلمه، يشير لنسوت المسيح المتجسد، ده بالنسبة للإبن، يشير إلى متى البشير اللي معنه اسمه عطية. طب ولينا إحنا من الناحية الروحية نقول لك، من جودك وعملك فيا اديتني أحلى هدية ليا وللبشرية، اديتني اللي ليك وخدت اللي ليا، في المسيح خلتني مركبة نارية تحملني الروح القوية، فين؟ لعرش النعمة الإلهية. شكرا ليك يا عظيم. الحيوان الرابع شبه طائر، شبه نسر طائر، ينوب عن الطيور، يشير لجلال الله وحكمته، من ناحية المسيح لاهوت المسيح وصعوده للسماء، وبالنسبة للتلميذ يوحنا الرائي والبشير معنى اسمه حنان ومراحم الله، الله راحم الكل. وإحنا الحالة الروحية، يا مال السماوات بجلالك رفعتني بحبك وحنانك، وبحكمتك ربي وجمالك ملتني بحقك وسلامك، خلي حبك فيا ماء حي جاري، يا عزي ونوري وإكليل جمالي. ربنا يكلل الكنيسة كلها بكل جمال. نكمل، والأربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها، ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلة قائلة، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين، أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والقرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. خلص الإصحاح الرابع، بينا على سفر الرؤيا الإصحاح 5. ورأيت على يميني الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء، مختوما بسبعة ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم، من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطيع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا، لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ، لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة. ما فيش غير واحد بس مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه، هو الخالق وسيد الخليقة اللي خلق الكون كله وجه الشيطان
ووضع إيده واغتصب الأرض. ولما سقطنا رجع واشترانا بدم الحمل المذبوح بالحب الأبدي، هو يسوع مخلصنا وفدينا، القائم من الأموات غالبا ومنتصرا على الموت، قائما قويا ثابتا وظافرا، هو الذي مسرة الرب بيده تنجح. هو المسيح الملك وليه وحده حق الملكية للأرض وميراثه هم المؤمنين. مكانه في الوسط هو محور ومركز مشورات الله ومنفذ القضاء. هو الأسد وهينفذ بالقوة ما وضعت النعمة أساساته ويستعيد ملكه وميراثه. هو حامل السلام وهو من له الحكم والدينونة والقضاء. ليه سبع عيون؟ هو كمال المعرفة والحكمة. ليه سبع قرون؟ كمال القوة والقدرة على التنفيذ. سبع أرواح الله هو كمال الامتلاء بالروح القدس. الروح القدس كامل في العمل والحركة والقوة المرسلة للأرض عن طريق الطغمات السماوية وأولاد الله، لا يكف عن العمل والحركة لتتميم خلاص كل أولاده. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرط الأربعة الحيوانين والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والسلطان. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها، سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. وإحنا كلنا نسجد ونسبح ونفرح في العرش ونقول معاهم أمين. إعلان غضب الله يبدأ من سفر الرؤيا إصحاح 6، وهم عبارة عن 3 في 7، يعني 7 ختوم وسبع أبواق وسبع جامد. 7 ختوم يفتحهم الحمل في سفر الرؤيا 6، ولما بيفتح الختم السابع يعلن 7 أبواق. السبع أبواق يطلقها 7 ملائكة الذين يقفون أمام الله، وفي البوق السابع تسكب 7 جامد. ناخد بالنا بس من الترتيب بتاع الختوم والأبواق. أما عن 7 جامد، ودي طبعا في سفر الرؤيا إصحاح 15، يسكبها ملائكة خارجين من هيكل خيمة الشهادة في السماء، وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى 7 ملائكة 7 جامد من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. لو ربنا أراد ممكن نتكلم في الأجزاء دي، ده بحسب إرادة ربنا. بالنسبة النهاردة اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 ربي الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزل الأبدي، أمين.